باليسر اسلم عليك وتعمد بهاي بل كان تسمع صياح دلالي هو هسه وين ما تروح بالمحافظات يقول لك الديوانيه دارمي. لا ابويا ديوانيه قصيده تصريح سفراء الدارمي بالعراق. بالعراق سيد مهدي العوادي. هل سيد ساجد يكتب بلهجه مدينه الديوانيه والدغاره تحديدا ليصدر الدارمي ام يكتب بلهجه الجميع؟ والصراحة ماكو واحد صاحب فضل على سيد ساجد بالدارمي. عمراني صبح خيط يتقطع أدري عمراني صبح خيط يتقطع أدري أقبلها بس أنخاك حف وجنتك